كما قال الرسول في الحديث إن الدعاء يرفع والبلاء ينزل، فيتقابلان فيعتلجان في السماء. البركة النازل، الدعاء كان طالع وقفه، أنت لا تدري ما هو البلاء الذي كان نازلا عليك، أنت لا تعلم كم كان هذا البلاء سيكون صعبا، أنت لا تعلم، أنت بس كل اللي أنت عملته أنك دعيت ربنا بفلوس ما نزلكش الفلوس، لكنك لو تعلم أن البلاء الذي نزل لن ينفع له مال لحمدت الله سبحانه وتعالى من فورك. لو تعلم أن البلاء الذي رفع بناء على الدعاء الذي دعوت به الله لن تكون في طاقتك الكاملة أن تكون يعني في كافة أو في إمكان في كامل قواك العقلية في تحمله، لحمدت الله سبحانه وتعالى كثيرا. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بيعلمنا هذا، ان احنا ما فيش دعوة هندعو بها ستضيع هباء ما لم تكن اثما او قطيعة رحم، اما ان ترى الاجابة العينية فورا، واما ان تدخر، واما ان يرفع الله عنك بها بلاء. لكن للأسف الشديد لعجلتنا نحن لا ندرك ما يصرف الله عنا من البلايا من وراء ذلك.